كيف نقضي رمضان؟ هذا سؤال مهم وجميل وعاوز تفصيل لكن باختصار شديد. ما تيجوا يا أخوانا نخطو الخطوة الأولى الآن، وهي التوبة إلى الله عز وجل. نجدد التوبة جميعا. الذنوب كتير عم الشيخ محمد، والله ولو كانت كالجبال، لو كانت كزبد البحار، لو كانت كحبات الرمال. يا أخي أقبل إلى الكبير المتعال وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بك وبتوبتك إليه وهو الغني عنك. دي أول خطوة. يلا مع بعض كلنا نخطو الخطوة دي، نصدق الآن. ما هو خلي بال حضرتك، الندم هو ركن التوبة الأعظم. يلا ندم على كل اللي فات، من تقصير وتضيع للصلاة وكله نندم على ما مضى. فالندم هو ركن التوبة الأعظم. وبعدين نعاهد ربنا جل وعلا الآن جميعا، من إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأبناء وبنات، نعاهد ربنا جميعا على ترك الذنوب كبيرها وصغيرها، ترك المعاصي، ثم نعاهد ربنا على العمل الصالح. وفرصة رمضان مقبل نعاهدك يا رب على العمل الصالح. إيه العمل الصالح؟ أصول الحسنات بقى، خلي بالك، أصول الحسنات، أصول جذور كبيرة. أول شيء المحافظة على الصلوات، اوعى تضيع الصلاة. أول ما تسمع الأذان أسرع إلى بيت الله عز وجل، لا تتخلف إلا لعذر شرعي، عذر شرعي يمنعك من صلاة الجماعة، كمرض، كطعام، كشراب. وطبعا في رمضان ما فيش طعام ولا شراب بقى، تسرع حتى المغرب، تفطر على تمرات، على رطب أو على تمرات أو على ماء، ثم تنطلق مباشرة إلى بيت الله، تصلي المغرب في جماعة وترجع بعد ذلك لتتناول الإفطار. يعني عود نفسك على هذا من أول يوم، وما تخافش، يعني بفضل الله هذا من أعظم الأسباب الصحية التي يغفل عنها كثير من الناس، أن تتناول بعد هذا بعد هذه الساعات الطويلة يعني تمرة أو جرعة ماء، ثم بعد ذلك تصلي. هذا تهيئ أو تهيئة حقيقية طبية علمية أو إن شئت فقل نبوية محمدية لهذه المعدة التي يعني تعطلت عن الهضم وعن الأكل وعن الشرب ساعات طويلة، وبعد ذلك ترجع تأكل إن شاء الله تشعر بالسعادة وتشعر بالراحة. يبقى نحافظ على الصلوات. طيب بعد ذلك ورد يومي للقرآن، استعد من الآن، يلا المصحف أمامك، وتعاهد ربك على أن تقرأ وردا يوميا من كتاب الله عز وجل. إذا من الله عليك وقرأ 3 أجزاء في اليوم تبقى نعمة. طيب ما أقدرش يا عم الشيخ، طيب نقرأ جزئين نختم في الشهر مرتين، كويس قوي. لا ما أقدرش. طب مرة واحدة نقرأ جزءا في اليوم. اوعى تقل عن كده، ما بقولش ان ده فرض او واجب عليك، لكن هذا فضل لا ينبغي ان تضيعه في شهر القرآن وفي شهر الفضل. وكان السلف رضوان الله عليهم اذا دخل رمضان تفرغوا للقرآن مع الصيام. طبعا الامام مالك امام دار الهجرة كان اذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن وتوقف عن دروس العلم وتفرغ لقراءة القرآن، وكان السلف جميعا كذلك. فاحرص على ان تقرأ كل يوم على الاقل جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى، والله ما ياخذ تلت ساعة، من تلت الى نصف ساعة، جزء كامل من تلت إلى نصف ساعة. طب نقرأه في ساعة، ساعة مش كتير، يعني ما تقرأ نصف جزء بعد الفجر ونصف جزء بعد العشاء أو بعد صلاة التراويح أو بعد العصر حسب الظروف والأوضاع، يبقى هذا شيء جميل جدا. لكن لا تضيع القرآن الكريم. يبقى نحافظ على الصلاة في جماعة، نحافظ على قراءة ورد يوم من القرآن. طيب أنا ما بعرفش أقرأ يا عم الشيخ، ما بعرفش أقرأ في المصحف، أنا رجل أم. اجتهد في أن تعوض هذا بسماع القرآن أو بالمحافظة على ذكر الله عز وجل. خليك في ذكر دائم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أكثر من لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة على النبي المختار، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قول سبحان الله وبحمده، أكثر من قول التهليل أو التحميد أو التكبير، الحمد لله والله أكبر، والتهليل يعني لا إله إلا الله. فالمهم كن دائما في ذكر لله تبارك وتعالى. ثم اوعى تضيع صلاة التراويح، ما تنشغلش بالتلفزيون بقى، ما احنا بقالنا سنين طويلة مع هذا الوباء ومع هذا البلاء، لا تنشغل بهذا. المؤمن حريص على وقت، لا يضيع هذه الساعات الغالية في نهار رمضان. رغم أنف عبد أي ذل وهان والتصق بالتراب، دخل عليه رمضان ثم انصرف رمضان قبل أن يغفر الله عز وجل له، هذا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خسران مخذول. فلا تضيع هذه الساعات، ساعات الفضل والرحمة والبركة، تفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب الجحيم، ويعني تصفد مردة الجن والشياطين. لا تضيع هذا الفضل وهذا الخير أبدا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب والليل بقى التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولو حافظت على صلاة التراويح كل ليلة مش ممكن أبدا هتفوتك ليلة القدر. خلاص لو واظبت على صلاة التراويح كل ليلة لن تفوتك أبدا ليلة القدر، سواء كانت بقى المطالع اختلفت هنا أو في أي دولة أخرى،
يعني إن شاء الله ستدرك ليلة القدر يقينا إن وضبت على القيام كل ليلة من ليالي رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اوعى تنسى بقى النفقة، انت كل يوم حضرتك بتعمل إفطارا، انا واثق ان الإفطار اللي انا بعمله واللي حضرتك بتعمله يكفي معنا كمان أسرة على الأقل. الناس بتبقى وهي صايمة متهيئ لها انها هتاكل يعني ما شاء الله، اسأل الله ان يمتعني واياكم بالصحة والعافية، لكن ارجو ان تعاهد ربك من الليلة على ان تطعم كل يوم مسكينا من طعامك الذي تأكله. اللي انت بتعمله طلع طبق طبيخ وطبق رز من اللي انت بتعمله كل يوم لأسرة فقيرة، عاهد ربك على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. وربنا جل وعلا يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فأنفق تصدق على الفقراء وعلى المساكين وأنت في شهر الفضل والخير. بهذا بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد استثمرنا شهر رمضان. وبحذر نفسي وإخواني من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والنظر إلى النساء والنظر إلى المحرمات. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فاجتنب الغيبة والنميمة. واوعى تنفعل وتتنرفز على الناس في الوظائف أو في الشغل بدعوة أنك صائم، بل ما فرض الله علينا الصيام إلا ليهذب ضمائرنا وأخلاقنا إلا لنحصل التقوى، فالتقوى هي الغاية من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما ينفعش تقول أنا صايم فتتنرفز على الناس وتسب الناس وتشتم الناس. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول ربنا في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل، قل له كذا، ارفع صوتك به وقل له، فليقل إني صائم إني صائم إلى آخر الحديث. فهذا بهذا إن شاء الله بالأمر ده يعني نستطيع أن نستثمر رمضان استثمارا يرضي الرحيم الرحمن لنحصل التقوى التي من أجلها فرض الله الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله أن يرزقنا لكم التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقدر.